أغلقت الصناديق طبعا للإجراءات المتعارف عليها، ثم فتحت من جديد لتبدأ رسميا أعمال إحصاء الأصوات في أول انتخابات تشهدها ليبيا منذ أكثر من 4 عقود. طبعا الشعب الليبي دار اللي عليه، احنا صوتنا والدليل هذا الإصبع واللي افتخروا به كنا كليبيين، والآن كل شيء على عاتق المؤتمر الوطني، الكرة في ملعبه. التصريحات الرسمية للسلطات الليبية تشير إلى أن 98% من اللجان الانتخابية استقبلت الناخبين، وإن لم تتمكن كلها من فتح الأبواب وإغلاقها في المواعيد المحددة. السبب يعود إلى تباين مواقف الليبيين من الانتخابات، ففيما قطع بعض سكان سرت معقل القذافي وموقع معركته الأخيرة لانتخابات، كان آخرون يشعرون بأن بداية عهد جديد أمر يستحق الاحتفال. في العاصمة طرابلس كان الارتياح والفرح هما المشاعر السائدة في المدينة التي ستظل مركز العهد الليبي الجديد. على العكس، كان شرق ليبيا يشهد بعض أحداث العنف التي عطلت الانتخابات في بعض الدوائر، ويطالب أهالي الشرق الليبي الذي شهدت كبرى مدنه بنغازي ولادة الثورة الليبية بحصة أكبر في المؤتمر الوطني العام بدفع التخوف من استمرار هيمنة الغرب الليبي على الحكم والموارد. الاحتجاج في يوم الانتخاب تراوح بين هجمات مسلحة على مقار انتخابية وبين حرق بطاقات الاقتراع في مقار أخرى ومنع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم. الوضع في إجدابية، يعني حوالي الساعة 2:30 بالضبط كان هناك 3 أشخاص يستقلون سيارة، قاموا بعرقلة العملية الانتخابية في أحد المراكز، وعندما تدخل أحد المكلفين بالحماية فقاموا بملاحقتهم والرماية عليه. ومن المنتظر أن تعلن النتيجة الرسمية غدا الاثنين، فيما ينتظر توالي النتائج الجزئية والأولية على مدار اليوم الأحد في الانتخابات التي تشهد تنافس 3700 مرشح ومرشحة على 200 مقعد، وسط توقعات بفوز واضح لتيارات الإسلام السياسي. ناصر فرغلي، BBC.